بالنسبة للدومين ديال لافورماتيك أو البروغراماسيون لا بالنسبة للدراري ولا البنات، ما عمرها كنت كتبان ليا بأنها مشكل زعما بالنسبة للبنات بأنهم ما يقدروش يانتيغريو هاد الدومين حيت كيجيهم صعيب. ولكن إمتى تأكدت بأنه بصح كاينين شي بنات اللي كيشوفوه شي حاجة اللي صعيبة ما يقدروش يديروها، هو فاش مثلا كتلاقيك الصدفة بشي بنات مثلا أو غير لونطوغاج ديالك كيقولوا لك شنو هو الدومين ديالك، كتقول لهم بروغراماسيون، تجيهم شي حاجة اللي إكستراوردينير، شي حاجة اللي واعرة ما يقدروش أنهم يديروها، ما يقدرش أي واحد يدير. انا طرات لي مع شحال من بنت ملي كنبدا نشرح لها شنو كنديروا وكذا كتقول لي زعما سي فريمون انتريسون، مع عمري ما كانت عندي هاد الفكره ديال اولا فكرت انني نجرب ونشوف راسي واش غادي نلقى راحتي فيها اولا واش غنبدع فيها ولا لا. من الاول صافي البروغراماسيون ديال الدراري كيرجع هادشي للتخوف ديال انه كيجيهم واحد الدومين اللي هو صعيب بزاف، وهذا الشيء غادي يكون راجع لبزاف ديال الامور اللي هي امور ثقافيه، كيفاش تربوا في المجتمع من صغرهم كنربيوهم على انهم اش بغيتي هذاك الشيء او لا ما كتفهميش مزيان في هذاك الشيء، خوك غيفهم لي احسن منك او لا. هذا الشيء اللي كيخلي البنات كيتخوفوا، يعني البنت ديما كيشوفوا هذيك البنت اللي الا كاع ما صدقات ليهاش في القرايه، الا كاع ما صدقات ليهاش في الخدمه ما تكرفش خليها تقرا، واحد النهار غتزوج. هذا الشيء اللي خلى ان الدراري يكونوا افونسيين بزاف في التكنولوجيا اون جينيرال، وسيرتو مثلا في الكودين، فاش كيكون شي مشكل غراف في الكود ولا شي حاجه بحال هكا تيكونوا الدراري هما اللي دغيا تيلقاو ليه الحل. ولكن هما علاش مافونسين؟ هما مافونسين حيتاش كتلقاهم ديجا توشاو في البروغراماسيون ملي كانوا صغار ولا شي حاجه، يعني حتى هو راه طاح في هذوك لي ديفيكولتي اللي انا يلاه كنطيح فيهم، يعني حتى هو راه تقاتل، حتى هو ما فهمش، حتى هو راه دوز مع شي بروبليم بزاف في الوقت وداك الشيء، يعني راه حتى انا عادي واخا هذا ما كانش حيتاش انا بنت راه غادي كنتعطل هو كي افونسي عليا. ديجا ليدي دو كومباري لا فام مع لوم كتجيني غالطه، راه سون دو زونتيتي ديفيرون، الراجل راه ماشي هو المراه. راه البو فيكسيلي في لو دومين وكل واحد بطريقته، سيرتو حنا كنخدموا مع دي ماشين، انت قدام لا ماشين ما كتفرقش واش انت بنت ولا ولد، كتشوف واش داكشي خدام ولا ما خدامش، واش الكود ديالك كيتيكزيكوتا ولا لا. الكودين شي حاجه اللي متعلقه بالكرياتيف، والكرياتيف تقدر تكون عند اي واحد، خص هاد البنات يحاولوا يقلبوا على الشغف نتاعهم يقدروا يلقاو في الكودين اي حاجه، يعني تعبتي عليها الا وكتلقى الريزلت ديالها. تدير الكودين ماشي شي حاجه اللي صعيبه انه تقتصر فقط على الدراري ولا على العنصر الذكري اون جينيرال. كاينين بزاف البنات اللي افونسي في المغرب وفي العالم كامل، ولكن ما كنتلاقاوهمش حيت خدامين في لومبر، ما كنشوفوهمش. راه كاين واحد البريزونس فور ديال الفيمينا في الاي تي، ولكن المشكل اللي كاين هو انهم البريس ما عطياهمش حقهم. راه باش جا ستيف جوبز وهادو كاملين راه لقاو اول وحده كتبات الغورا بنت، دونك باش يلقاو داكشي اصلا واجد راه كانوا شحال من بنت في الباك جراوند اللي ما عارفينش سمياتهم وما مشهورينش، وهما اللي قادوا الساس ولا باز باش ولاو هادو لقاو شحال من حاجه. شحال من واحد كيقول باش غينفعني الكودين، شنو هي الافاق ديالو؟ كيسحبهم بلي الافاق ديال البروغراماسيون محدوده بزاف، باغ كونطخ راه العكس. ممكن تخدم مع اي دومين، ممكن تخدم مع الميديسين، ممكن تخدم مع ليدوكاسيون، ممكن تخدم مع في الجيمينغ، اي حاجه اي حاجه كنخدموها بالكودينغ، يعني ديما كتبقى اجور، ديما غادي مع لا طوندونس، ديما غادي مع اخر تكنولوجيا في العالم، شي حاجه اللي زوينه كتحس براسك الحياه في الخدمه ديالك، ماشي لا روتين اللي كديروا اليوم كتعاودوا غدا. كنشوف انه حتى الكودين عباره عن رياضه للعقل، is all about problems and solving problems، دونك ما كتملش، كتقد واحد الحاجه كتخرج لك حاجه اخرى خصك تقلب فيها، خصك تبحث فيها، دونك عقلك ديما خدام. تكوني خدامه في شي ابليكاسيون اولا دخلتي لشي سيت اولا شنو، شحال مره كيجيوك بزاف ديال الافكار كتقولي ما كانش عليهم يديروا هكا، كون غير داروا هكا. في الناتور ديالنا كتلقانا كنبروبوزيو دي سوليسيون، يعني الا جينا درنا البروجيكسيون على داك الشيء في البروغراماسيون ممكن نبدعوا شحال من حاجه. الفكره ديال انك
كتلقى ان بروبليم وتحلو، ومني كتلقى داك لا سوليسيون وكتضارب معاه وكدير واحد الوقت طويل باش تلقى ديك لا سوليسيون، كتقول وا فينالمون راه بحالي بحالهم، راه سكيل بوف هما يديروا حتى انا جو بو لو فير و جو بو لو فير ميو. سو في جوست ان تكون لا باسون، تكون لا بيرسيفيرونس، تعطي كل ما عندها في الدومين، وفينالمون غادي تلقى الريزولطا اللي بغات، كو سوا في الكودين او لا اي دومين اخر. وهذه هي الفكره اللي خاصها تكون عند اي بنت كتفكر ولا كيعجبها هاد الدومين، انها خاصها الا بغيتي تكملي فيه خاصك تخدمي وتقاتلي باش توصلي.